من بغداد معي المستشار ضياء الوكيل الخبير في الجماعات المتشددة. أهلا بك معنا دكتور ضياء. إذن داعش هدد وينفذ، الجماعات المتشددة كيف تخطط بهذه الفترة؟ هل من هدف مرجو على الأقل حسب استراتيجيتها، أم هي تنتقم فقط؟ مساء الخير وشكرا لكم على الاستضافة. أهلا وسهلا. هذه الجريمة رغم فظاعتها ووحشيتها إلا أنها كما يبدو كانت وسيلة لتحقيق أهداف وغايات إرهابية أبعد على الصعيد الإرهابي. استخدم فيها تنظيم داعش إن صحت رواية تدنيه يعني ومسؤولية عن هذه العملية، استخدم فيها مقارنة إعلامية بحيث يضع الجريمة في صورة خبر يستحق النقل، أي له قيمة إعلامية تضمن النشر على نطاق واسع، وهنا يستطيع أن يمرر داعش أن يمرر رسائله التي حاول إيصالها يعني من خلال هذه الجريمة. والرسائل هي يعني حسب الاستنتاج والتحليل الأولي تقرأ أو أقرأها يعني على النحو الآتي: إثارة القلق والخوف لدى المرشحين، وبالتالي هو يستهدف الانتخابات كحدث سياسي على المستوى الوطني العراقي. أهدافه في هذا يثبت يعني الأيديولوجية لهذا الحدث السياسي، وأيضا يعني إضافة إلى إثارة القلق أنه يستهدف كما قلت الانتخابات ويحاول إثبات الوجود، وأيضا يعني تقديم جرعة معنوية عناصر المتخصصين المحررة. أما الرسالة الثانية فهي توجه أو وجهها إلى المواطنين المتعاونين مع الأجهزة الأمنية، خاصة أن هذا التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية تتبدى أو وجه ضربات موجعة إلى الجماعات المتخفية والمتربصة والكامنة في المناطق المحررة. ولذلك هو يقول لهم من خلال هذه الجريمة الوحشية أنه يستطيع يعني أن يصل إليهم مباشرة، وهنا يعني قد يعني يثير هذا استفهام أو سؤال، هو لماذا لا يستهدف المواطنين المعنيين بشكل مباشر؟ وهنا نعود إلى المقاربة الإعلامية أنه استهدف المرشح للانتخابات البرلمانية حتى يضمن يعني أو يضمن نشر الخبر على نطاق واسع ويمرر بذلك يعني رسائله إلى من يريد. مع كل الوضع الذي يعيشه داعش هناك سيد ضياء، معلش في علامة استفهام كبيرة أنه لماذا يتمكن داعش من الوصول إلى هؤلاء، خاصة بعد ما كان تهديد يعني وكل ما يحدث متوقعا، هو بطبيعة الحال ليس مستبعدا على داعش، وخاصة بعد ما هدد وقال يعني هو من حيث المبدأ هذا الطرف أمني وفشل في حماية المرشح للانتخابات البرلمانية، ولكن علينا أن نعلم ونفصل ما بين مفهومين: مفهوم العمليات العسكرية والمعارك التي انتهت أو حسمت بهزيمة تنظيم داعش، وبين الحرب على الإرهاب بمفهومها الأوسع والأشمل باعتبارها صراع إرادات، وهذه الإرادات الإقليمية والدولية لا زالت ترى في تنظيم داعش الإرهابي ورقة في لعبة الصراع الإقليمي والدولي. نعم. وهي ترى فيهم مرتكزين أساسية لتواجد القوات الأجنبية في المنطقة، وأيضا هي المعادل الثالث والمتغير الأصيل في الأجندات القامحة إلى الدور الإقليمي عادة للحدود الوطنية. ولذلك هذه الصفحة السوداء ستبقى في المرحلة الحالية مفتوحة ويظل مزيد مستمرا للأسف. أنا أشكرك من بغداد المستشار ضياء الوكيل الخبير في الجماعات المتشددة.